ست أطعمة مهمة في حالات تكيس المبايض. وطبعا تكيس المبايض ده اضطراب هرموني بيأثر على وظائف كتيرة جدا في الجسم زي الصحة الإنجابية، وبيزود الوزن، وبيلخبط مستويات السكر في الدم. وممكن ان احنا نمشي على نظام غذائي صحي ندخل فيه بعض الأكلات وكمان بعض الأعشاب. زي ايه بقى؟ زي الأطعمة الغنية بالألياف، الشوفان، البقوليات، الفاكهة والخضروات. كل الحاجات دي بتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وكمان ممكن ان انا ادخلها كوجبة يومية أو وجبة أساسية لتحسين الهضم وتنظيم مستويات الأنسولين. رقم 2، البروتينات الخالية من الدهون زي الدجاج من غير الجلد بتاعه، السمك، التوفو والبقوليات، بتساعد في الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم، وممكن أنا أخد منها حصة من البروتين في كل وجبة. رقم 3، الأكل الغني بالأوميجا 3، والمقصود بيها الأسماك الدهنية، السلمون، المكسرات، بذور الشيا، بذور الكتان، بتساعد في تقليل الالتهابات. وممكن أن أنا أستخدم الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوع وأحط بذور الشيا أو بذور الكتان على الزبادي وعلى السلطات. رقم 4، الأطعمة الغنية بالكروم زي البروكلي، البطاطا الحلوة، العنب. الكروم ده من أحسن المعادن اللي بتساعد في تحسين مقاومة الإنسولين، وممكن أن أنا أدخلها خلال النظام الغذائي اليومي بتاعي. رقم 5، الأطعمة الغنية بالزنك، وده من أهم المعادن في حالات تكيس المبايض. موجود فين؟ اللحوم الحمراء، المكسرات، البقوليات والبذور. والزنك بيساعد في تنظيم الهرمونات، بدخلها في النظام الغذائي بتاعي يوميا بانتظام. وأخيرا، الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات، لأن الكربوهيدرات المكررة بترفع سكر الدم، وكمان بتخلي عندي لخبطة في الأنسولين، وبتخلي عندي اللي هي مقاومة الأنسولين أو الأنسولين ريزيستنت. ممكن أنا أستبدل العيش الأبيض والرز الأبيض بالحبوب الكاملة أو العيش البني أو الرز البني. قولولي بقى إيه النظام اللي أنتم متابعينه في حالات تكيس المبايض.